نظارة ولا ساعة؟ بحب النظارات بصراحة، فهختار النظارة. هي دي النظارة؟ وبتعمل ايه دي بقى ان شاء الله؟ ولا حاجة، زي ما توقعت. ايه؟ اقدر اعرف نسبة حب اي حد ليا؟ طب ما تقوله من الاول. مريم جاية اهي، اما اجربها عليها. ازيك يا مريم؟ ازيك يا مي، وحشتيني قوي. 5%؟ وانا اللي كنت مفكراكي صاحبتي؟ طب ما انا صاحبتك. انا مش عايزه اعرفك تاني. جميله جايه اهي، انا عارفه ان هي ما بتحبنيش. اما اجرب النضاره دي عليها. ازيك يا جميله؟ ازيك يا مي، ممكن تيجي معايا النادي النهارده؟ ايه؟ 100%؟ مش هتيجي كالعاده صح؟ طبعا هاجي. يلا ماما انا رجعت. ازيك يا روحي، وحشتيني قوي. وحشتيني قوي. مالك اتخضيتي كده؟ ولا حاجة. انا مش فاهمة ماما ما بتحبنيش ازاي. انا لازم اشوف بابا كمان. ازيك يا بابا؟ ازيك يا حبيبتي، عاملة ايه؟ 100%؟ في ايه؟ انت عايزة تقوليلي حاجة؟ بابا، هي ماما ما بتحبنيش ليه؟ ما بتحبكيش؟ ليه بتقولي كده يا بنتي؟ انت اكيد فاهمة غلط. النضارة دي بتعرف نسبة حب الناس ليا، وماما طلعت صفر. ايه صفر؟ ما كنتش متوقع منها كده، كنت مفكرها بتحبك. بصراحة دي مش مامتك. دي مش مامتك. امال ماما فين؟ مامتك ماتت، ودي كانت صاحبتها وكانت بتحبك قوي، ففكرت ان هي هتهتم بيكي زي مامتك بالظبط. ما توقعتش يكون نسبة حبها ليكي 0%. وماما ماتت ازاي؟ مامتك ماتت غرقانة، هي اللي قالت لي كده. انا اروح اسألها بنفسي. اسمع، احنا لازم نتخلص منهم في اسرع وقت قبل ما يكتشفوا حقيقتي، ومعرفش ياخد ولا مليم، ويروح كل اللي عملته على الفاضي. بابا احنا لازم نهرب، ده عايزة تخلص مننا. ازاي انا كنت غبي ومفهمتش كل ده من الاول؟ هي كانت عايزة فلوس بس مش اكتر. ايه؟ عايزة تعرفي مكان مامتك البسي النضارة، ده معنى ان هي لسه عايشة. ايوة. النضارة فين؟ النضارة فين؟ معرفش، بس احنا في خطر، عشان كده اتصلت بالبوليس. ايوة مي، انا لقيت النضارة دي، هي دي بتاعتك؟ ايوه دي النضارة بتاعتي. يعني انت دلوقتي عرفتي ان نسبة حبي ليكي صفر مش كده؟ لازم اتخلص منك زي ما اتخلصت من مامتك. اقفي مكانك. لا سيبوني، مامتك عايشة. هاتي النضارة. لو اتحبست مش هتقدري تعرفي مكان مامتك ابدا. بابا دلوقتي هنقدر نعرف مكان ماما. ايوه يلا. عايز اعرف مكان ماما في المقابر. يلا نروح بسرعة، المفروض ماما تبقى هنا. لازم ندور. مامتك اهي. ماما؟ ايه ده، انتوا مين؟ انا مش فاكرة حاجة ابدا. ما تقلقيش يا ماما، احنا هنعالجك.